مرحبا. طائر الأسقف الأحمر أو طائر المطران من الطيور الجميلة والمميزة بألوانه وطريقة هندسته لأعشاشه، فيعتبر العصفور من العصافير الحبكة. بيتواجد طائر المطران بالأراضي الممتدة بين جنوب الصحراء الكبرى وخط الاستواء، يعني جنوب موريتانيا، غينيا، جنوب مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، وخاصة نهر النيل وروافده وغيرها من الأماكن. نرجع لأخبار الأصناف، عم يكون غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطول زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية ليلاً. أما درجات الحرارة فعم بتميل للانخفاض شوي، حتى عم تصير قريبة من معدلاتها بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة السرعة، عم توصل للعشرين كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 55% و85%. البحر عم بيكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 20 درجة. خلونا ننتقل سوا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بكفي غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل فيها الدنيا 6 العليا 21. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية فرح ننتقل سوا لنشوف. بالمنطقة الجنوبية بالسويدة الطقس عم بيكون ماطر، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة درعا الدنيا 5 العليا 19 درجة، وبالأنيترا درجات الحرارة عم تتراوح بين 4 وال 15 والطقس مكفي ماطر. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح ننتقل سوا لنشوف طقس كيف عم بيكون. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة حما الدنيا 6 العليا 19 درجة. أما كيف عم بيكون الطقس على الساحل بطرطوس واللاذقية فرح ننتقل سوا لنشوف. بطرطوس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة اللاذقية الدنيا 10 العليا 20 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة بين 10 وال 19. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب رح ننتقل سوا لنشوف الطقس كيف عم بيكون هنيك. عم بيكون غائم جزئيا مثل كل المناطق، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حلب الدنيا 6 العليا 18. أخيرا رح ننتقل لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية، ورح نبدأ من مدينة الرقة. طقس غائم جزئيا، ودرجات الحرارة فيها عم بتسجل الدنيا 7 العليا 18 درجة، وبمدينة الحسكة درجات الحرارة عم تتراوح بين 6 و 17، وأيضا طقس مكفي غائم جزئيا. أما أخيرا بدير الزور فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 8 وال 20، والطقس مكفي غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. أنا هلا رح أترككم للتعرف على أخبار الطقس ودرجات الحرارة بأهم المدن العربية والعالمية. باي.